الوغ حنا اليوم كاعضاء ديال مجلس مدينه الدار البيضاء قمنا بهذه الزياره للمطرح المراقب الجديد لمجلس لجماعه الدار البيضاء اللي موجود في مديونه وهو كحل بديل للمشكل كتعرفوا جماعه الدار البيضاء الى جانب الجماعات المجاوره ديالها اللي كان طرحوا المشكل ديال المطرح العمومي القديم اللي عنده اكثر من 35 سنه يعني اللي تنشا في سنه 1985 واللي ولا كيشكل واحد الخطر كبير على الدار البيضاء والجماعات المجاورة وعلى الساكنة ديالها في المجال البيئي وأيضا حتى مشاكل أخرى ومخلفات أخرى ناتجة على هذا المشكل ديال المطرح. اليوم شركة الدار البيضاء بيئة سهرات على الإنجاز ديال هذا المطرح المراقب اللي احنا اليوم متواجدين فيه وهو حل بديل يحترم الشروط الدولية اللي مفروضة على جميع المطارح المراقبة اللي غادي يكون فيها المعالجة ديال النفايات وأيضا أنه وغادي تكون فيه وحدة ديال التثمين وديال المعالجة ديال هاد النفايات اللي غادي تتم استقبالها في هذا المطرح الجديد اللي كنتمناو انه يتم الانطلاق ديالو في القريب العاجل. كنتظروا فقط بعض الوثائق الإدارية اللي غادي يتم يعني الإخراج ديالها في القريب باش انه تتنفس الدار البيضاء السعداء مع هذا المطرح الجديد اللي كنتمناو انه يكون بشارة خير في المجال البيئي على مدينة الدار البيضاء وعلى الجهة وجماعة المجاورة. اليوم لجنة المرافق العمومية وممتلكات الخدمات تكدير زيارة ميدانية للمطرح المراقب الجديد اللي تقريبا الارض ديالو فيها 35 هكتار يعني تهيئه 11 هكتار تقريبا بمسائل التقنيه الحديثه اللي كتراعي فيها البيئه التحت ارضيه والارضيه والجويه. هذا لوباسان اللي فيه 11 هكتار يعني غادي كيستقبل يوميا 4000 طن يوميا اللي هي النفايات ديال مدينه الدار البيضاء. الكل كيعرف انه المطرح القديم اللي خلق مشاكل منذ عقود عقدين من الزمن تقريبا مشاكل الكبيرة بيئية كيعرف الآن يعني واحد رؤية جديدة فيما يخص يعني التدبير المطرح في جودة عالية جودة اللي كتحترم فيها البيئة كما قلنا. وهناك آليات اللي اقتنتها الشركة التنمية المحلية كازا بيئة اللي غادي تستعمل في تدبير هذه النفاية وغادي تكون يعني غتعود بالنفع بالنسبة لمدينة الدار البيضاء وكذلك بالنفع لحماية البيئة لمدينة الدار البيضاء. وشكرا. احنا حاليا كنتواجدوا في المشروع ديال المطرح المراقب لمدينة الدار البيضاء. كما كتعرفوا صاحب المشروع فهو جماعة الدار البيضاء وصاحب المشروع المنتدب فهو شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة. الكلفة ديال هذا المشروع ما يناهز 54 مليون ديال الدرهم. هذا المشروع غتستافد منه مجموعة من الجماعات على رأسها جماعة الدار البيضاء وكذلك الجماعات المجاورة وأخص بالذكر جماعة دار بوعزة نواصر مديونة طيط مليل المجاطية. بالنسبة للمكونات المطرح فهو كي المساحة ديال المطرح تبلغ حوالي 35 هكتار وتضم مجموعة من المرافق التقنية وإدارية وكذلك صحية. أخص بالذكر يعني على الخصوص مطرح مربع التمر التقني الذي يناهز مساحته 11 هكتار وكذلك حوض تجميع العصارة والذي تبلغ سعته ما يناهز 38 ألف متر مكعب. وكذلك المطرح كيتوفر على مجموعة من الكاميرات عالية الدقة اللي كتسمح لنا باش نراقبوا عن بعد السير ديال عملية التمر التقني للنفايات. وكذلك كيتوفر على واحد السور وقائي كي من الإسمنت المسلح والذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار. بالنسبة لهذا المطرح فغادي يستقبل ما يناهز 4000 طن يوميا من النفايات المنزلية والمماثلة لها.